نروح بقى لآخر خبر معانا النهاردة، وحدث يمكن شاغل العالم كله في الفترة الأخيرة أو اليومين اللي فاتوا تحديدا، وهو انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. امبارح نادي النصر قدم نجمه رسميا للجمهور في حفلة ضخمة جدا حضرها آلاف من المشجعين، يمكن وصلوا 30,000 مشجع حضروا علشان يهتفوا باسم كريستيانو رونالدو ويعبروا عن فرحتهم بوجوده في الفريق وعلى أنغام انت أول عالمي. اللقب المفضل لجماهير النصر بما أنهم أول نادي أسيوي يشارك بكأس العالم للأندية. دخل كريستيانو رونالدو لأرض ملعب مرسول بارك بتيشيرت النادي ووجه كلمة عبر فيها عن فخره باللعب في السعودية وأنه سعيد مع عائلته بالأجواء، وشارك مع كريستيانو في الحفلة جورجينا صديقته وأولاده الأربعة قبل ما ينهي رونالدو الحفل وهو بيقول أنا عالمي. تحدي جديد الحقيقة لكريستيانو، هنتابع وهنشوف مش بس أداؤه مع النصر، لأن إحنا بالنسبة لنا دي واحدة من أغرب الانتقالات اللي شفناها.